السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ رجعنا لكم مقطع جديد، ومقطعنا لليوم اللي راح نتكلم عن سلاح الكاتم اللي هو السايلنت سبيكتر، يعني إذا كان هيك اسمه أو اسمه خطأ يا ريت تصححونا إياه. فإحنا بنعرفه في هذا الاسم السبيكتر أو السايلنت سبيكتر، يعني سلاح رشاش ورائع جدا. طبعا هذا من حدث اللي هو البلوك باستر، طبعا في ناس اكيد لحقوا على هذا الحدث وقدروا يجيبوا هذا الرشاش الرائع والجميل. يمتاز هذا الرشاش يعني صراحة في دمج عالي ورهيب وجميل، ويعني في ناس كثير كانت تسألني زورو متى راح تنزل شرح عن هذا الرشاش، فانا يعني كنت استنى الفرصة المناسبة لانزلكم، لانه يعني دائما كل حدث بيجي حدث جديد يعني بنحاول نغطي لكم الاسلحة الكويسة فيه وننزلكم افضل البركات لهاي الاسلحة. فحاليا متاح عندنا وقت ان ننزلكم عن ايفنتات ثانية، يعني دائما بنفضل الاسلحة اللي بتتاح لنا من الشباب وبعطونا اياها ومننزل عن افضل البركات لها. فاليوم ان شاء الله راح نستعرض هذا السلاح امامكم مع افضل البركات. طبعا قبل لا نبدا لا تنسى اللايك والكومنت، بسم الله ونبدا. طبعا زي ما احنا شايفين امامنا اللي هو اول بيرك لكريكتال دمج، ثاني بيرك المجازين سايز الاليمنت فاير. طبعا انتم عارفين يعني في تشكيل الاليمنت تبعك هذا الشيء حلو يعني وممتاز جدا انك تشكل في الاليمنت دائما. طبعا عندنا الفرصة ودمج تو افليكتد تارجت لانه في كوز افليكشن دمج فور 6 سكند اللي هو بيعطينا النزيف لمدة 6 ثواني. لما يتشكل هذا النزيف البيرك اللي فوقيه بيعطينا 45% دمج عليه، يعني هو الافليكشن او تحت حالة التأثير، يعني هو يعني الضرر او النزيف هو تحت حالة التأثير وبيكون الزومبي، فبيجي الدمج ال 45%. طبعا زي ما احنا شايفين حاليا امامنا السلاح اللي هو 130، يعني ليفلو 130، الدمج فيه 7488، الهيت شوت دمج 13000، الفرصه 48%، والضرر 210، الفاير ريت 12.74، يعني الفاير ريت فيه جميل جدا. لهيك بما انه معدل اطلاق النار عالي جدا فيه، فاكيد انت بتحتاج في هذا الرشاش مجازين سايز، لهيك محطين فيه 52 طلقة، ال 52 طلقة راح تشوف كيف بتطير سريع سريع منك. الدبلتي فيه اللي هي 300، ايش عندنا الامباكت 389.9. فهذا السلاح امامكم طبعا حاليا معانا، او خلينا نورجيكم شو السلاح طبعا اكيد اللي هو سام بيم السلاح عندنا. فعندنا حاليا ثلاث رشاشات من السايلنت سبيكتر، اللي هو اول واحد بإليمنت اللي هو الفاير، الثاني بإليمنت الووتر لكن بيختلف عنه اللي هو باخر بيركين. هون عندنا بيعطينا تبطيء للزومبي، لما يصير تبطيء البيرك الفوقي بيجي على الزومبي البوخ التبطيء من هذا الرشاش 45% دمج. فدائما انتبه للبيركات الاخيره، يعني البيرك الاخير يكون مطابق عليه البيرك الفوقي دائما. فبنروح على البيرك اللي بعده، البيرك اللي بعده اللي هو بيعطينا انه كل ما تجيب 5 اصابات بالراس راح يرتفع عندنا دمج السلاح 30% لمدة 10 ثواني. فما في اي بيرك بيركب لهاي الموهبة، فبتقدر تحطها دمج تومست مونستر. كمان عندنا السلاح نيتشر كلياتها نفس البيركات ونفس كل اشي. فحاليا عندنا ثلاث رشاشات وراح نفوت يعني ومنجرب اي رشاش فيهم لتوصلكم الفكرة التجربة امامكم لهذا الرشاش الرائع والجميل. فخلينا ننتقل على المهاجم اللي راح نلعب فيه. اكيد راح نلعب في المهاجم الرقم واحد في القوة من بين كل المهاجمين، يعني ما في أي مهاجم بيعادل قوة الأوربن أسولت، أكيد الكل بيعرف فيه. وعنده الدبلكيت 3 مرات، يعني في مهاجمين 2 لكن هاي الشخصية عندها الدبلكيت يعني 3 مرات، يعني بتتفوق على السيرفايفلت، فيعني شيء رائع وخرافي جدا. يعني أتوقع السيرفايفلت عنده 2 لكن هون عندها 3، فعشان هيك رقم واحد. وكمان عندك الإصابة في الرأس بترفع معدل إطلاق النار فبيخليها قوية جدا هاي الشخصية. وأكيد عندنا راح نحط نزيد دمج اللي هو الأسولت 24%، والبونس الأخير معروف اللي بيعطينا للبوكس ستان وقوة بزيادة. فخلينا نفوت مهمة باور 100 ونورجيكم قوة هذا السلاح. طبعا حاليا دخلنا على المهمة، طبعا اكيد شايفين الثلاث رشاشات بالاليمنت المختلف، عندنا الفاير عندنا
الووتر وعندنا النيتشر، فعشان هيك دائما بننصح في يعني في اختلاف الاليمنت اللي قدامنا. يعني اذا كان في قدامنا فاير اكيد حنستخدم عليه الايش النيتشر، اذا كان عندنا قدامنا نيتشر حنستخدم عليه الفاير، اذا كان قدامنا ووتر او عفوا اذا كان قدامنا فاير حنستخدم عليه الووتر. وكمان شرح اللي هو انواع الزومبي بتلاقوه عندكم على القناة اذا حابين تعرفوا وتحبوا كمان تعرفوا ايش تبني يعني للزومبي اللي بواجهك امامه. فخلينا نشوف ثبات السلاح في البداية، وخلينا نشوف الفاير ريت تبع هذا السلاح. طبعا زي ما احنا شايفينه يعني يعتبر انه سلاح ثابت، وزي ما احنا شايفين 52 طلقة طلعت فيه بسرعة جدا. فخلينا نشوف بما انه قدامنا حاليا الزومبي هون عادي فيزيكال هو الساحرات، خلينا نشوف الفاير. طبعا شايفين كيف سحب دمه سحب، اوكي هون دخل حر سبون تبعه. فخلينا نشوف زومبي ثانيين ونشوف على تجمعات الزومبي هل بينفع معانا هذا الرشاش او ما بينفع. فاكيد يعني من البداية انتوا واثقين من هذا الرشاش يعني وبمدحه انه رشاش بيستاهل انك تطوره وتتعب عليه. قدامنا ابو عيون، خلينا نروح عليه لابو عيون ونجرب عليه الرشاش ونشوف الاليمنت اللي حواليه. ده اليمنت حواليه مختلفين، حنحط رشاش اوكي فيزيكال. فخلينا نشيل الزابر، يعني للأمانة من أكثر الزومبي المزعجين اللي هم الزابر. فخلينا نشوف نشيل هذا الزومبي هل راح يصحى أبو عيون ولا لا. أوكي ما صحي لأنه سلاح كاتم بيعتبر. أوكي هون صحي لأنه قريب منه فأكيد سمع دمجه. فهو له الدمج كيف راح معانا أبو عيون، يعني ما بدي أما مش عارف إيش أقول لكم، يعني شيء خرافي. كمان لا تنسى لا تقول لي إنه والله يا زور أنت قاعد بتجربه 130، ترى 106 و130 لما يكون فول بيرك والسلاح كويس حيكون معك رائع. يعني أكيد أنتوا شفتوا تجارب في أسلحة 106 أو 130 فول بيرك أدت أداء سيء جدا، يعني سيء جدا بتكون مع إنها فول بيرك. يعني مو شرط والله إنه سلاح 106 وفول بيرك يا زورو بيكون أفضل. فهون بما إنه قدامنا اللي هو ووتر حنستخدم عليه النيتشر، الزابر اكيد حيروح معانا بسرعه. خلينا نشيل اللي هو ابو عيون، خلينا نشيل السيكر. اوكي هجم علينا هذول الزومبي الصغار الورعين، طبعا انا ما بحبهم انهم دائما مزعجين. والتيكر بده باي لحظه يشيلنا. خلينا نشيل الثانيين اللي هون. اوكي نرجع الفاير لانه الفاير فيه موهبته اللي هي النزيف. خلينا نعطي هون طلقه مثلا. اوكي هون طلق، يعني هون بتقدرش تعطي طلقه. شايفين كيف النزيف اللي قاعد بيجي للزابر، طبعا بيجي لمده 6 ثواني بعدين بروح. اوكي وقف عليه، خلينا نشوف الثاني. يعني النزيف حلو لما يكون عليه النزيف بتشكل عليه دم يعني بقوه 45%. لهيك يعني هاي الموهبه جميله جدا تكون عندك في الرشاشات، يعني ودائما بتلاقينا بننصح فيها. فخلينا نشوف اذا بنقدر نلاقي استاذ سماشر. يا جبنا سيرة الخير بين، فخلينا نروح على الخير اللي قدامنا. خلينا نروح له طيار. اوكي نروح للاستاذ سماشر. اوكي في حواليه ما بفرقش، يعني احنا راح نخلي الفاير، نشيل الزابر الثلجي او الووتر الزومبي الووتر بالفاير. لكن شايفين كيف الدمج ضعيف عليه، وشايفين كيف السماشر ما صحي لانه السلاح يعني بيعتبر انه كاتم فما بصحوا. هولي 2 سماشر، يا سلام حظي اليوم حلو بالسماشر. فبدل ما كنا ندور واحد لقينا 2، الثاني هذاك شكله مثقل بالعشاء السماشر، يعني ماكل منسف على قولتنا، لما ياكل واحد منسف بثقل وبنام، فشكله ماكل منسف ولا داري شو بصير اصلا. فخلينا نشيل في هون الساحرة، طبعا دائما مزعج الساحرة. خلينا نبضى. اوكي بعده نايم، خلينا نشيل وين السماشر اللي هون. اوكي وقع تحت، فخلينا نشوف السماشر هون. يا سلام يا الدمج الخرافي، يا سلام للاماني رشاش يعني يستحق انك تلعب فيه. كل الشكر لاخونا محمد يعني اللي دعمنا في 3 رشاشات بثلاث اليمنت مختلف، ونجربهم امامكم عشان تستفيدوا. اوكي السماشر شحن، فخلينا 52 طلقه نشوف كم من طلقه راح يطلع معانا. وخلينا نعطيه في الجسم، طبعا شايفين كيف الجسم. يا سلام
ضل معانا 13 من 52. كمان معدل اطلاق النار في السلاح بيساعدك كثير كثير يا شباب. هيك يعني بكون اتوقع امور السلاح واضحة للجميع. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا المقطع ومن هاي البركات لهذا الرشاش الرائع والجميل. وكمان بدنا رأيكم اذا بدكم مقطع على سلاح الريث يا ريت تكتبونا في الكومنتات. لا تنسى اللايك والكومنت ورأيك عن السلاح، ويعطيكم الف عافية، وبنشوفكم في مقاطع جديدة ان شاء الله.